Second, Korea F. شو معك شو؟ ليه عم تسأل بتخطبني؟ شو كل الأسئلة هاي شو؟ برج السرطان مو؟ رح تساوي بألمانيا؟ واحد رح تساوي بألمانيا وواحد تاني رح تساوي بغير مكان تمام؟ يعني رح تساوي اثنين أنا تكون بعلمكم أحلى الطقم شكراً كلك ذوق والله كلك ذوق ليش شعرك منكوش؟ شو دخلك؟ عن جد منكوش؟ طيب وهيك؟ ان شاء الله يكون منكوش هيك اكثر. شو دخلك؟ انا بحب هيك بالضبط يعني شو خص؟ كم لك بالمانيا؟ يا الله اسئله جديده، هي اسئله كثير قديمه، اسالوني اسئله قويه. معلش بلا ذكر اسماء، نحكي بلا ذكر اسماء ولا حابين تذكروا اسماء يعني. ما تركت حدا انا، خلص يعني خلص انا بحالي، تركوني بحالي خلص معلش انا حالي عايزته تركوني بحالي. ايش قلت كده الفترة؟ كنت مسافرة اول شي على برلين، كنت مسافرة على برلين وخلصت قصصي وهيك وعملت هيلينج سياحة رجعت ضليت عند رفقاتي زورهم وهيك، خلصت منهم جيت لهون عالبيت وضليت كم يوم هيك قاعدة مع حالي شوي. بتعرفوا برج السرطان بحب يقعد فترة هيك شوي ما يشوف حدا، ما بعرف تجي هالفترة أحيانا. شو أكتر طبعا بتكرهي بالرجل وبالبنت؟ هلا ما رح اكون رجل كذب لانه كنا بنكذب، بس انه يكون كل يكون وقت اللي بيحكي كلمه ما ينفذها، بحسه مو رجال يعني. خلص كل رجال كلمته كلمه يعني، حتى انا كلمتي كلمه يعني. اذا انا كلمتي كلمه يكون انت مو كلمتك كلمه، شو انت شو؟ انا رجال اكثر منك بلا حزن. قديت الرجال انا؟ استغفر الله، ليك عم تحكوا معي؟ قمر روحي حمشي لكان رجل يوفقك على الكلمة، عيونك حلوة. شكرا والله نهاد، نهاد جمعت لك ساعة وقت جمعتهم كلهم ورميت شي محرز مو أحلى يعني كان رح يطلعوا أحلى. هي وردة حلوة يا ماما، أنا كيفك الحمد؟ منيحة أنت؟ طلعتك مستجاهلة هيك يا نهاد، شو الغلط اللي ما تسامحي عليه؟ هلا الخيانة والغدر، هلا الغدر بدون قصد ما بسامح عليه كمان. صايرة أبدا ما عم بعطي فرص أنا ولا عم سامح ولا شيء، صايرة كتير صارمة يعني ما عم بعرفهم يعني. ما كقلبي طيب أنا، بس خلص اللي شفته ما عم سامح خلص. صايرة قاسية كتير
كتير قد ما بتتوقع في رقاسي كتير. وقفي اي حاضر حاضر انسى ولا استاذ شو مهضومة شكرا. عندك كراش؟ لا جبارة ماما بحبك. انا كمان ماما يا ممكن تسوي تلازم اي بصورك هيك تضيع اخر وضعية اكثر صفة تحبيها تكون موجودة شريك حياتك. كلمته كلمة ما يبدلها. كون صادق. اهتمامه حلو. يعني هيك. قلت لي صفة قلنا لك 50 وحدة. خلينا الأوسط. تكون زلمة. رجال. حنين 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 اخر همي لا همي اكيد همي يعني مسكر يي شو غليظ بتعرفي متابعك على كل مواقع التواصل الاجتماعي الك والله رح تروحي عماد تيمار يمكن انت ما بتفكر ترجع لسوريا؟ روح فكر روح زيارة. خذني وياك. يا لساتها مسافرة ايه بس ترجع بهاليومين